الطابق الثامن من مستشفى جنيف الجامعي يلقى اهتماما منقطع النظير من الصحافة والجزائريين المقيمين وكذلك من المارة. إنه مقر إقامة رئيس منتهية ولايته ومترشح لولاية جديدة دون أن يقدم طلب ترشيحه بيده لأسباب صحية بحسب رئيس حملته. من الصعب الولوج إلى داخل المستشفى، بل من المستحيل التصوير والاقتراب من الطابق الثامن، ومع ذلك تجولنا خفية بكاميرا الهاتف بعيدا عن عيون الحراس المعروفين منهم والسريين. الأطباء والممرضون حذرون حيال كل من لديه ملامح متوسطية، فالريبة والحذر يخيمان على المشهد العام في هذا المستشفى الحكومي السويسري. صلاح الدين مواطن جزائري حاول جاهدا التسلل إلى الطابق الثامن متحججا بوضعه الصحي الظاهر للعيان. إنه يكاد يكون واحدا من القلة الذين يملكون بعض المعلومات عن وضع بوتفليقة بحكم معرفته بالكادر الطبي الذي قضى معه 3 سنوات من العلاج. هم يلتزمون السرية التامة، الجناح المتواجد فيه في الطابق الثامن في الشقة 72 والتي تحتوي على غرف 72 73 74 و76 مفتوحة على بعضها، وهو في الغرفة 73. لكن المصادر المؤكدة تقول أنه يغذى بطريقة اصطناعية عن طريق الأنف بأنبوب ما يسمى باللغة الفرنسية لا سوند نازوغاستريك، وقد عانى من ضيق حرج في التنفس يوم الأربعاء مما استبعى صعود فرق من ما يسمى بالسواء انتنسيف أو العلاج المكثف كل ساعتين. لكن الحقيقة أن صاحب الصورة موجود في المستشفى والصورة موجودة في قصر المرادية، والعصابة الحاكمة باسم الصورة تريد أن تمرر حكم الصورة إلى الأبد. الصحافة السويسرية تولي بدورها صفحات للحراك الشعبي الجزائري ضد ترشح الرئيس المصر على قراره رغم تواجده في جنيف على حد وصفها، لكنها حذرة في عدم إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، فهذا يبقى بحسب المراقبين من الأسرار الخاصة للعلاقة بين الدول. كل ستائر الطابق الثامن مزدلة على عكس باقي الطوابق، وهو مخصص لأمراض العظام والسرطان، وهذا قد يعطي فكرة عن طبيعة مرض بوتفليقة، لكنه لا يكفي لمعرفة حالته الصحية اليوم والتي منعته من الذهاب إلى الجزائر حيث ينتظر هناك الملايين ممن لن يقبلوا أن يكون رئيسهم مرة جديدة. محمد الحجي للتلفزيون العربي.